السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق أو محطة الحموية تاع شلالة التي تقع في ولاية قالمة، واللي في الحقيقة هي ماهيش بعيدة على شلالات تاع المياه الساخنة تاع قالمة تاع حمام المسخوطين يعني بيضعة أمطار. إذا نعرفكم إذا في بهذا الحمام الرائع نتاع الشلالة اللي هو في الحقيقة تابع للقطاع العام، وتم افتتاحه منذ يعني السبعينات الثمانينات القرن الماضي، إذا واللي تم تطويره وإضافة له لمنطقة تاع البنغالوهات، واللي يقع في محيط تاع إخضرار وأشجار وجميل في إذا بلدية قالمة بولاية قالمة. إذا أترككم تتمتعون بهذه الصور من هذا الفندق الرائع الحموي، والسلام عليكم.